يعني ميسان أولى محطاتنا لليوم من قطاع هام وحيوي هو التسويق السلعي والخدمي وآفاقه في قطاع الأعمار، ولا سيما في مرحلة إعادة الأعمار، ويلي شكل الهدف من ملتقى مديري التسويق والمبيعات الأول. أيضا يعني فرص العمل أريش في هذا المجال كانت بوصلة النقاش القائمين على الملتقى، وذلك عبر طرح فكرة مشروع أنا مندوب يلي رح نتوسع بالحديث عنه أكثر مع الأستاذ بشير قشوم، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية السورية للتسويق ورئيس المكتب الاقتصادي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك استاذ بشير. اهلا وسهلا. يا هلا فيك. بالبداية استاذ خلينا نتعرف اكثر على الملتقى يلي اطلقته. اول شيء بحب اصبح عليكم وعلى السادة المشاهدين. اذا حبينا نحكي عن الملتقى السوري الاول للتسويق، هذا الملتقى كان اهم اهدافه انه يطرح الرؤية الاستراتيجية للتسويق بشكل عام بما يتطابق مع السوق السوري. فنحن كنا حابين كجمعية سورية للتسويق نطرح الرؤية تبعنا لهذا الموضوع، حيث انه التسويق عالمي بشكل عام، لكن اذا جينا نطبقه بالمجال المحلي بنلاقيه ضيق جدا تطبيقيا محليا. حبينا نطرح رؤيتنا مع السادة مدراء التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص واللي بيهتموا بالتسويق السلعي والخدمي بشكل عام. كمان كان المؤتمر عم يحكي عن محاور كتيرة ومهمة، وكنا عم نحكي عن أهداف التشبيك والتعاون بين الشركات والفعاليات الاقتصادية الموجودة. هي نقطة كتير مهمة، يمكن التشبيك هي بتشكل عمل نجاح أيضا للعمل يلي والهدف من أي ملتقى أو من أي مشروع أي حدا أطلقه. بالتأكيد لما أنت بتنقلي شركات مختصة بخدمات سلعية أو خدمات أو تسويق خدمي، بتهتم بالخدمات تسويق الخدمات أو تسويق السلع، تنقليهم من حالة تنافسية لحالة تعاون وتشبيك بينهم وبين بعضهم. هذا الشيء رح يوصل للمستهلك خدمة أفضل وسلعة أفضل بالتنوع أكبر. رح يوفر على الشركات تكاليف أكبر، ورح يسرع بالخدمة أو بجودة السلعة ويرفع من مستواها أكثر. أستاذ بشير خلينا نحكي عن المحاور يلي تناولتوها بالملتقى ونتوسع فيها أكثر، شو هي أهم المحاور يلي تم تناولها؟ الحقيقة إذا جينا نحكي عن المحاور هي كانت واسعة كتير، ودخلنا بعصف ذهني كتير كبير مع مديرية التسويق والمبيعات، بس خليني أوجز لك أهم المحاور اللي كانت مطروحة. حكينا بشكل كتير واسع وأخذ وقت كتير كبير عن رؤيتين مهمين لرؤية الرؤية الاستراتيجية للتسويق ومفهومه، والرؤية الاستراتيجية للمبيعات. التسويق ودوره بإدارة قطاع الأعمال، كيف شو أهم الخدمات اللي بيأديها لتطوير قطاع الأعمال، ونفس الشيء إدارة المبيعات والرؤية الاستراتيجية تبعها، وشو أهم الرؤى لتطويرها وتحسينها والأزمات الموجود فيها. حكينا عن أزمة المندوبين وعدم توفرهم بشكل آني هلأ ضمن ظروف الأزمة. كان هذا المحور تناول كتير من النقاش نتيجة أنه ظاهرة كتير سيئة بين الشركات أنه ما عم يلاقوا مندوبين بيدوروا بيعملوا إعلانات بيعملوا دعايات مشان يطلبوا مندوبين، ما في مندوبين. يمكن الفكرة المأخوذة عن المندوب يمكن غير صحيحة، انتم عم تحاولوا تكرسوا المفهوم الصحيح للمندوب عبر هالملتقى. هذا الحديث كانت فكرة الناس والشباب عن وظيفة المندوب انه هو الشاب اللي بيكون حامل شنطة وعم يفتل على البيوت، صحيح. او هو اللي بيتعب طول النهار وما بيطلع له مصاري. عم نوضح مفهوم المندوب وعم نوضح شو هي الأزمة، وتناقشنا كتير نحن والسادة وخرجنا بتوصيات كتير مهمة. أهم توصية كانت أنه إطلاق مشروع أنا مندوب. مشروع أنا مندوب هو بيعنا بتأهيل وتدريب 100 مندوب بالتعاون مع الشركات، وزارة الشؤون الاجتماعية رح تكون داعمة كتير كبيرة بهذا المجال، وقريبا جدا رح نطلق
ورشة عمل بيننا وبين الشركات لبحث الآلية لتطبيق هذا المشروع بأسرع وقت. ممكن أنه يتيح كمان فرص عمل لكثير من الشباب هذا المشروع؟ رح نروح ندور على الشباب بمكانهم، ما رح نعتمد على الإعلان ولا رح نعتمد على التسويق. ممكن نروح على الجامعات، ممكن نروح على المعاهد، نستقطب الشباب المؤهلين للقيام بعملية البيع المباشر للمنتجات والسلع. رح نطلق حملة إن شاء الله تكون حملة مهمة للتوعية عن أهمية المندوب، ورح نضل باستمرار من خلال مركز التدريب اللي رح نفعله بالجمعية، وهو أحد مراكز الجمعية ومشاريع الجمعية. رح نضل نطلق، نضل دائم بشكل دائم عم نأهل وندرب مندوبين. بس هذا المشروع هو مشروع رح يكون سريع وخلال الفترة القريبة جدا. يعني أنا مندوب هو أحد التوصيات اللي طلعتوا فيها، في توصيات أخرى بتخص تنشيط هذا القطاع بشكل أكبر؟ مركز التدريب والاستشارات الموجود رح يتم تفعيله. مركز الدعم النفسي للشركات رح يقدم خدمات مباشرة للشركات في نطاق الأعمال، مو بالنطاق الاجتماعي اللي هو البزنس سايكولوجي. يقدم استشارات نفسية واستشارات اجتماعية بس لكنها خاصة بالأعمال وطريقة إدارة الأعمال من خلال السيطرة على النفس والطاقة تبع الإنسان. حكينا بجزء كتير مهم، معلش لو رحنا على ريادة الأعمال، كان في محور كتير مهم عن المشاريع الصغيرة وأثر بتطوير وتسريع عجلة الاقتصاد في ظل إعادة الأعمار حاليا. وكان من أهم التوصيات إطلاق ملتقى كمان رح يكون سريع بدعم وزارة الشؤون الاجتماعية والفعاليات الاقتصادية كلياتها، ملتقى مشاريع الصغيرة. هي مشاريع الصغيرة عم تكون يعني فعالة على أرض الواقع، عم تبلش بفكرة صغيرة وعم تكبر وعم تحقق مردود كبير وعم تساهم بتسريع العجلة الاقتصادية. بالتأكيد، بس رؤيتنا نحن بالنسبة للجمعية رؤية كتير بسيطة وسهلة. نحن عم نعتمد على الشراكة بين القائم بالمشروع الصغير وصاحب فكرة المشروع الصغير والشركات الراعية، انه ما رح يكون في قرض، ما رح يكون في عبء على صاحب المشروع الصغير. رح يكون شراكة رديف لصاحب شركة. الشركة مثلا بتنتج منظفات، هو حابب يعمل مشروع بيتعلق بالمنظفات، رح تكون هاي الشركة راعية لإله بنسبة اللي هو رأس المال المغامر، رح ياخذ نسبة معينة، واللي عم يقوم بالمشروع رح ياخذ نسبة معينة، ما رح يتكلف، ما رح يكون عنده عبء قرض. رح تساعده تأهله الشركة، نحن رح نساعده ونأهله، رح يكون ما رح الضمانات موجودة للشركة، فالرأس المال مضمون، وهذا المشروع رح يكون ريعه للاثنين. يعني لمين عمين رح تعتمدوا بهي هذه المشاريع؟ لمين رح تتوجهوا بالأحرى؟ الشركات الخاصة، الشركات العامة، المؤسسة العامة بالقطاع العام، الأفراد المليئين ماديا واللي ما حاسنين يعملوا اي مشروع، هن ممكن يتقدموا بهذا الملتقى لطرح انه هن يكون عندهم راس مال مغامر داخل بهي المشاريع، يضمن او يكفل مشروعين ثلاثه بضمانتنا نحن كجمعيه، نضمن التاهيل، دراسه الجدوى. رح ندربه لصاحب المشروع انه كيف يعمل دراسه جدوى، كيف يدرس السوق، ونساعده بدراسه السوق واساليب واليه دراسه السوق، ونقدم هذا المشروع كامل متكامل سواء للفرد أو للقطاع العام أو للشركة الخاصة اللي حابة تفوت شريك معه. بالختام أستاذ بشير، شو أهم النقاط اللي هل عم تشتغل عليها على أرض الواقع وممكن أنه نلمس نتائجها قريبا؟ عم نبحث مع شركائنا الفعاليات الاقتصادية والشركات الموجودة، كانت معنا، كان معنا أكثر من 47 شركة بالملتقى، وكان معنا أكثر من 70 مدير للتسويق ومدير للمبيعات. عم نبحث مع شركائنا آلية تنفيذ كل التوصيات اللي طلعنا فيها، ونرتب أولوياتنا للبدء فورا بالعجلة وتنفيذ التوصيات بإذن الله. إن شاء الله، يعني إحنا بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنتمنى أنكم تحققوا الهدف المرجو من هذا الملتقى. دعاءكم دعوات السادة المشاهدين معنا، وإن شاء الله رح نحقق أحسن نتائج. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك أستاذ بشير، موفقين يا رب.